السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. GTA Online The Diamond Casino and Store Grand Opening in 23 July مع تريلر، يعني في تاريخ 23 راح ينزل تريلر وينزل التحديث. الكازينو مجموعة مختارة من الأنشطة، أوكي، واللعب باستخدام شيبس في لعبة ذير كارد بوكر وبلاك جاك ورويليت وماكينة القمار. طبعا إذا نحن نتكلم عن ماكينة القمار، ماكينة القمار هذه على حسب آخر الأخبار أنها راح تكون ملغية أو يكون عليها حظر في الشرق الأوسط، يعني ما اعتقدنا المكاين تبع القمار هذه راح تكون شغالة. شو بالضبط اللي راح يكون شغال؟ الله أعلم. تقول لك مع مجموعة متنوعة من الجوائز هي أيضا في متناول يديك، في حين إنسايد تراك اللي هي صالة لمشاهدة سباق الخيول الافتراضي. بعد كذلك في لعبة اللي هي قم بتدوير لكي ويل الدور في الردهات للحصول على الرقائق والنقد والملابس أو حتى السوبر ترافيد فريكس، ما أدري شو معنى هالكلمة الجديدة، ويمكن العثور عليها حول المنصة خلال أسبوع الافتتاح، وتأكد من التحقق مرة أخرى كل أسبوع لترى ما هي السيارات الراقية الجديدة التي يمكن ربحها وملابس والإكسسوارات الجديدة في متجر الكازينو. يعني السيارات راح تنزل بشكل أسبوعي، أوكي، وهنا أنا ما فهمت، ممكن تكون سيارات مجانية كذلك طبعا اللي هي شغل مال حظ نصيب. بعد أقول لك أن الجلوس على قمة دايموند اللي هي تعرف المكان هذا قريب جبل، أوكي، هو واحد من الرفاهية لأولئك الذين يتسوقون للحصول على أماكن فاخرة أو مجرد مكان ممتلئ بالمميزات للترفيه عند مع الأصدقاء. وكذلك أن ماستر بيثن هاوس الذي يقع حول الروف في المكان مرتفع أعتقد، مع حمام سباحة ومناظر خلابة يمنح المالك حالة عضوية VIP، يعني فيها أمور كثيرة، يعني بما في ذلك الوصول إلى صالات كبار الشخصيات والطاولات ذات الحد الأعلى، يعني تبع VIP هذا الشيء الفاخر يعني، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الخاصة عبر الهاتف بنث هاوس، ما أدري إذا نطقتها بشكل صحيح، بما في ذلك خدمات الطيران واللوموزين وغيرها. يعني في هناك كثير، في أشياء كثيرة، خدمات عن طريق التلفون راح تكون، وعن طريق الموقع اللي يعني راح يكون في حاجة اللي هي مثل إيقونة بيكون فيها التسوق عن طريقها أعتقد، اللي هي خاصة بتحديث الكازينو يعني، أوكي. ويقول لك بعد مع ماستر بينث هاوس ستصبح أيضا عضوا في عائلة ذا دايموند، وستحتاج الشركات العائلية إلى اهتمامك. ساعد مالك العقار، أوكي، ذا دايموند و TAO شينك، والله ما أدري شو هالعبارة، على حماية استثماراتهم من براثين عائلة فاسدة من قطب تكساس للبتروكيماويات في سلسلة من جميع البعثات التعاونية الجديدة. يعني راح يكون في مهام وتحاول انك تحتوي الكازينو وتحميه، تدفع كل مهمة جوائز خاصة لإنجازها لأول مرة، واستضافة سلسلة القصة بأكملها، ستكافئ بمركبة جديدة مرغوبة للغاية مجانا. يمكنك أيضا اختيار عمل إضافي ووظائف غريبة لكسب نقود وشرائح إضافية من خلال مكالمة هاتفية سريعة إلى رئيس عمليات دايموند اللي هو دايموند أغاث بيكر، أسماء غريبة موجودة، وعذروني إذا كان في خطأ في الاسم، إنه والله على عقالة أنا أعمل هذا المقطع بسبب المعلومات اللي موجودة والأشياء اللي قاعدة تنزل، يعني نحاول نكون سباقين فيها. وكذلك كجزء من برنامج سوشيال كلاب، طبعا اللي هو ربط السالفة، ربط بين سوشيال كلاب والتويتش، فلازم اللي عنده ربط او انه بعد ما رابط ويريد يربط فيستعجل في هذا الموضوع، انه هناك في حاجة سيتمكن جميع اللاعبين في GTA Online الذين يربطون حساب السوشيال كلاب الخاص بهم بتويتش اللي هو بريم، ما ادري شو هذه الكلمة، خاف ان اكون نطقتها غلط، ويطالبون بمزايا تويتش بريم من نهاية اليوم في 13 يوليو من شراء ماستر بينث هاوس مجانا في دايموند كازينو. يعني هذه الاشياء، في هذا الشيء راح يكون مجانا، يعني راح يكون مجانا متوفر، واللي ما يربط حسابه راح يدفع فلوس، فضلا عن الحصول على 1.25 مليون دولار من GTA، وما يصل الى 15% من GTA على مشتريات بطاقات الشارك النقديه. يعني في نهايه الكلام، يعني هذا بشكل مختصر، الحين انا قريت هالمعلومات من موقع اجنبي، اوكي، بس موثوق الموقع هذا طبعا اللي انا تكلمت عنه الحين، فراح يحتوي هذه الاشياء اللي ذكرناها، واتمنى اني سردتها بشكل صحيح، ان في كلمات بالانجليزي انا اول مره اقراها، فاعتقد يمكن فيها اخطاء او شيء، فعسى يكون انكم انتم استفدتوا حاجة من هالكلام. والحين بنخليكم مع الصور
اللي حصلتها حاليا، طبعا هي تكون عباره عن صور حصريه اوكي وجديده من داخل الكازينو ومن خارج الكازينو كذلك. شكرا لكم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.